أنا بس كون بدي صور بتجي أنت ليه؟ فإذا اختمنا زاروم الجزء الأول واليوم رح نختم الجزء الثاني. اهتميت كتير بالكواليتي تبع الصوت وشلت لكم الكليك تبعيت الماوس مثل ما طلبتوا. هيدي القناة مخصصة للألعاب الخفة والألغاز بشكل عام. ولكل شخص جديد معكم إبراهيم عباس. يلا لنبلش. الله يستر قد بدي أقعد اليوم. فرد قعدة. بدون يعلمونا شكله في شيء جديد غير الجزء الأول. مثل الجزء الأول إنه دبل كليك لحتى تعمل فوكس على شيء. مكتوب انه انت هلأ اعمى بس انا تركت لك شيء بخليك تشوف بعدين. يمكن مثل الجزء الاول انه في منظار بيعطونا اياه. انا مني الشبح الوحيد الموجود هون يا حبيبي. الشبح اي بيس هيك هيدي. العدسة مكسورة فلازم نحط لها شيء لحتى تصير تشتغل. حلو. بالجزء الاول كان موجود بس صندوق واحد، هلأ صار فينا بعد لورا في كذا صندوق. هذا كله تعليم يعني. هلا هيدي هي اللانس يلي بدنا اياها. هلا صار فينا نشوف قصص غريبه عجيبه. كليك اون ذا فينجر برينت. لازم نشوف هيدي القطعة وين فينا نستخدمها. خلينا نشوف القطعة كيف شكلها مزبوط. طيب أي شكل سوداسي هيك. أوكي بس في قطعة تانية ناقصة، لازم استنجيب قطعة تانية لحتى نحطها هون. أكيد عند الصندوق التاني هون. أنا شفت في صندوق قصة. لا ما في. ما بدي اغلط هديك الغلطة. اي شيء بحسه هيك عم يضيعني دغري ححط هيدي اللانس. خليني اروح لهون وحط اللانس. مكتوب شيء هون. سيسمون. في كلمات هون لازم احطهم مثلا. لحظة ان اي اس دبليو وكل الاحرف موجودين هون. سيس ون. بس بحركها. اوكي اس لوكس لايك ا بيس از ميسينج. يعني لازم يمكن اجيب قطعة وحطها هون هلا. مع اساس تعليم. شكلنا مبلشين دغري. شو هالشي الحلو؟ لقيناها. هيدي بظن لازم نستخدمها فوق هون. نحط هون هيدي. اس بعرفه للكود بعرفه بس كيف بدي اكبسه هون. اس اس سيس 1 بعدين اي دبليو ان. بدنا نروح هيدي هلا نحطها بشي مطرح اكيد هون. ليك بتنحط فوق هيدي. كأنها مطلعة ضو لبرا لهون. هيكو في ضو. قدرت ابرم لهون. اوكي فيني وجه الضو. تمام حلو. هيدا موجود على الطاولة. هاي العلامة التانية ليك. اوكي بدي ضوي على العلامات. العلامة الثالثة. ليكو محطوط معي الشكل هون تحت فبدي ركب نفس الشكل. يمكن بدي ضلني ابرم لحتى الاقي نفس الشكل. ليكو ها هيك. هذا
هذا ماشي، هذا تعليم بس. هلا منبلش يا حبيبي. احنا هلا بقلب سفينة اصلا. ابراهيم ما تنسى تستخدم النظارة وين ما تروح. بدي نزل الشراع مثلا مكتوب عليه شيء. ها دلنا نقرب، انا هذا اللي كان بدي بس. ليكا اوكي بلشنا شغل. مفتاح ما احلى هالسفينة الصغيرة. في بازل ليكا اوكي حبيت. هون المفتاح. مفتاح سترينج سيلندر. هذا اكيد كمان بيصير مثل مفتاح بنحطه بشي مطرح. في شي تحت هون عم بضوي. اها شوف لو ما بنحط هيدي ما بنلاحظ. هذا المفتاح اللي قبل شوي شفناه. اها هدول خصهم بالموضوع تبع هيداك. هذا المفتاح. لحظة شوي، طلعوا بهذا الشكل، بشكل المفتاح، من فوق نازل هيك، بدنا نعمل نفس الشكل تبع المفتاح، هيدي لازم تكون هيك، لأنه المفتاح بده يفوت هون، ليكا، لهيني ولو. هون محطوط عليها لون، بس نحطها هيدي ببين معنا قصص ثانية. فتحنا الأولى، شكله لازم نفتحهم كلهم، هيدي الثانية هون. اها ليكا في عندها فقسة حدا. كل وحدة بازل مختلفة عن الثانية. هينين هلا ما في شيء. هاي الأخيرة. لازم اركها لهيدي. بدي احط هذا المفتاح هون. وابرم. شو؟ اكس او؟ إذا أنا هون نطيت لهون في اكس. ما لازم نطلع عند الاكس يعني؟ يمكن لازم أمشي بالطريق الصح؟ حلو. طيب، على القليل اللي اكبسهم كلهم هيك مثلا. والله ظبطت دغري. ايزي. بهالشكل تمام. لازم نجيب مفتاح نحطه هون. بدنا ندور على المفتاح. اها مفتاح اسمه اوكي. هلا بنجيب المفتاح وبنفتح هون. ها خريطة. هيدي كبسة. حلو. بدي ابرم يمكن لحتى شيء يجتمع مع هيدي العلامة مثلا. ليكا ليكا في هيدي اللي هونيك. هسا بدي ابرم. خليك عم تلف. وصلنا. شو هالشي؟
أنا مأكد في قطعة لازم نلاقيها مثل هيدي الحمراء، بنحطها هون بنتفشها لهون وبيصير معنا أكيد شيء أبديت معين. كراوز نست وكانونز، هدول الاثنين عملناهم. شو يعني فور ماست؟ آها نحن استعملنا كراوز نست اللي هي هاي فوق، هيدي هي هاي استعملناها، واستعملنا الكانونز اللي كانوا المدافع عشان هيك كاتبين عليهم بالكبير حركناهم. لسه في شغله وحده اللي هي الفور ماست، بس ما بعرف شو يعني فور ماست. الصاري الامامي يعني هيدي. هيدا اللي عم نحكي فيه. تفضلي. يا الله منيح لجأت للرساله. نايس، هيدي بدنا نحطها فوق 100%. ليكا روز هي القطعة الأخيرة اللي حكينا فيها. شفتوا الرسائل قديش مهمين بيكونوا مخبيين قصص بقلبهم. شو هيدا؟ يعني كتبوا لي شيء وراح، كتبوا سكيل ميزان او شيء يمكن. رسالة. اوكي، هذا هو الميزان. بدنا نحط الويت هون. هون. نزل الميزان وتحركت هيدي. فتح شيء. يعني في شيء هون تحت ليكا. اوكي حلو، بدنا نطلع الاوزان كلهم من هون. تمام اتفقنا يا حلوين. يلا لازم نحط هلا وحده كمان هون بقلبها اربعه من هدول، بدنا نلاقيها للوحده هلا. بدنا نشوف ليك الايتا. كانت محطوطه بالقفه تبعها، ما اغلظك. بدنا نحط الاربعه بقلبها. هذا هون ايه شبك شبو كبسه. تغير شكله صار مثلث. هلا بدنا نلاقي هيدا الشكل. فين ابرمهم لهدول؟ معقول لازم اعمل مثل شكل مربع هيك يعني؟ اخر شي بيطلع الشغل منه هون اصلا، بيطلع بمطرح تاني انا مش متخيله. في درج هون استعملناه هذا الشيء؟ قال في شيء ما عم بيخلي الدرج. يا الله لكن هدول بدي اطلع وحركهم لحتى يخلوا الدرج يفتح. يا ويلي ما اغلظك. طيب هيدي بس تحركوها اللي على اليمين فوق مثلا، طلعوا ننزل بنشوفها هون، بيكون تحركة تبعية الدرج. تبعية الدرج لازم اقلبها وحده هيك على اليمين. خليني اكتب هون دغري. هي على اليمين يمين، هيدي شمال، وهي على اليمين وحده، وهي على اليمين وحده. فرجونا هلا. شو عامل انا؟ هو المشكلة لأنه في نص برمي، عرفتوا ليش؟ نص برمي، نص برمي، نص برمي، نص برمي، جري. هي الأخيرة ماني مقتنع فيها. كله صح إلا الأخيرة اللي ماني مقتنع فيها. مش الحال. وأخيراً وأخيراً إيه إيه إيه، نعرف نعرف. تفضل. شوفي هلا، بدهم ياني حطهم بالتدريج، تفضل. حط هيدي قبل، نبرم، بتنزل تحت.
بلا فلسفة عاد دغري مطرحك بيكون شكله غريب وطلعوا أكيد أكيد هذا بده ينحط بهالكبيرة شكله مثل النجمة. في شي هون جوا؟ لا تفضلي تفضلي حاطت عيني عليك من أول شي أنا شوفوا كيف طلع معي اثنين ويت صار في معي هذا الصغير والكبير بدنا نقرب والصغير هون الساوند افكت جدا حلو كلوك سبرينج صون في شيء حلو شو هالشيء اكيد في شيء لازم نجيبه ونطلعه ونحطه هون هيدي بدنا نقربها خلص خليني اروح هلا على السفينه يمكن في شيء لازم نطلعه هون تحت في معنا هدول فبدي احط شكلي هيدي هون شو نظريتك الغلط عرفتوا شو قصدي انه حط هيدا شو هيدا اصلا ميتل كلوك سبرينج هيدي سمول انكر اول مره بقدر اقرب لهون لا اله الا الله برمت الدنيا برمت للدنيا ميتل ستار خلص شو اخذت معي وقت طيب هيدي هون تفضل ها هيدي الساعة رح نستخدم لها لحتى تصير تتحرك وتمشي شوفوا الساعة بالنفس اي صح في ساعة معينة لازم حطها شكله كتير الصوت حلو الساعة بدي اخدها من شي رسالة معينة محطوطة هون طلعوا 1800 hours يعني يمكن قصدهم الساعة 18 يعني الساعة 6 خلينا نجرب بس شوي يلا ما زبطت كأنه هون في شيء على الزاوية اوكي حلو وين ممكن استخدمه هيدا هيكو ما بيخلونا نقرب لهون على الفاضي اكيد في شيء هون بدنا شيء مفتاح هلا هيدي شو هيدي شو ايه صارت طنجرة طيب ليكو هون بدنا نستخدمه لهيدا شو اسمه طلعه ليكو هون بدنا نفك هيدي بدي احطها هون هي بدي ارجع اسكرها مثلا ليكا تفضلي هذا اللي عم دور عليه تمام تفضل هلا بدي احط الساعة 6 مثل قبل شوي ما قلت بلش اوكي 52 دقيقة تمام 6:30 بدي اوقفهم بشكل معين لحتى اخذ المفتاح واحد اوكي لا هلا هون حلو اكي بتعرف وين هذا الكيب بدنا نستعمله فوق ليكو وين مخبيين لكم اياها هيك شو هالشي هالسفينة لحظة دايب انا عم دوخ حالي برمى لعندي مزبوطة ايه هيك هيدي هي A diamond shaped object خليني انطر شوي بركي كتبوا لي شيء اها
بدنا نلاقي هيدا الشكل اللي تحت 100% هيدا هو هون ليكو. غرفة جديدة يا جماعة. ما عم يخلوني ابرم اكتر، يعني هي اكتر شيء عطينا اياه كمجال. طيب شو بعمل؟ يعني شو ببرم؟ شو بحرق؟ عليك ايه مثل البر. صار فينا نبلش. انا بس ناطر يطلع لي شي شبح بعد شوي، بتكون تلاقوني عم برقص. الأصوات كتير حلوة، أنا بعشق الصوت يا عمي. خلينا نشوف هاللي أخذناها قبل شوي. جولد تاور. طيب أول شي خلينا نستكشف الصندوق هيك بهالشكل، تفضلوا ها، لقينا رسمات هون. ولقينا هون. لا هيدي مش هيك، هيدي بدي حركة لفوق، لازم كل وحدة حطها لعند محل التانية، بس هيك كيف بدي طلع لفوق ما عم بعرف. ليكا، من هون بقدر نزلها وطلع. مكتوب شي على الحيط. Pierce in the eye. هيدي اللي بدي اياها كان. اوكي لقيتها. هيدي بدنا نحطها هون لنقدر نطلع وننزلها، تمام. شو هالشي الحلو؟ تريجر ميكانيزم. هيدي ايه بدنا نحطها هونيك. السلاح It smells like burnt straw. في شي كان محروق هون. شو هالصندوق فينا نقرب عليه كمان؟ في كتير تفاصيل بهيدي الغرفة كتير. حبل. في شي بده يحترق. ممدود لوين واصل؟ مدري لوين. يلا تعالوا نحط هلا الحبل هون. هيك بنحط. ركبتها. اوكي هلا. تمام. افتحي لقلك. يلا هلا بدنا نقوص العين شكله. افتح حبيبي. قوس نشاب اكروس بو ركبه. اوكي. بدي هلا امسك السلاح وعين عشي مطرح. بيرس ذا اي. ما هيدي شكلها كانه عين. ما في الا هيدي. طيب. كيف اوس؟ عم اتصل فيني رفيقي. الو علوش ليك شو عم بعمل؟ صور. عم صور التوقه مشان فرجيهم اياها للشباب. كثير حلوه والله. اوكي بدي شدها. شديته للسهم. خليك معي علي لحتى اوس. كثير حلو هذا الجزء. هلا. صبتها بنصفك. سلامتك يا حبي، إن شاء الله بشوفك بكرة. تمام. طبعا هي بازل هلا بدنا نشوف كيف بتنحل. واضحة هي بتنحط هون. محل ما مشي هي بتمشي هي. بس يصيروا فوق بعض يرجع بيرجعوني من جديد. هي بدها تضل لحقتني. اوكي بدي فوت هي لجوا، فبدي العب عليها بطريقه ذكيه لحتى تفوت لجوا. كيف بدنا فوتها لجوا هي؟ هلا بظن فوتها لجوا. طيب هلا هلا كيف ما بدي امشي خسرت. ما اغلظك عيد. طيب مشي. انا بدي فوت على اليمين، ليه ما بيخلوني؟ شو هي؟ ياي ما اغلصكن. عم تغلظ علي. هيدي لازم توصل لهون. تمام خلص بوقفك تلحقني. باي باي.
حبيت. هيدا بعرف وينه، عند الصندوق. شوفي هون تحت في اغراض كتير. هيدي هون. هيدي هي مشان تخليها تنزل لتحت، بدنا نركبها هونيك. عم كسر. شارد اوف جلاس، حاسس حالي بكلاش رويال انا. هيدي فوق بدنا نركبها. ليه كل اشكال اللي على الشمال؟ بغض النظر انا شفت في شكلين فوق هون، هدول ليكون لهم استعمال. وحياة الله خرفتهم. حل معي شيء؟ عليكم. صار ذهب. هدول فينا نتحكم فيهم المفروض. Perhaps something could fit on this ridge. ذاكرين هدول العلامات؟ كانت هون في وحدة وهون وهون. هيدي فيني حركها شكلي. اوكي. شو هالشكل؟ باب تاني ليكو. بظن بدي ارجع لمطرح ما كنت ورا وحط هدول الرمزان الجداد اللي طلعوا معي. اكيد 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 اكيد. شرفكم، خلوني كبست فوق. زبطوها معي اليوم، فرجيني. نايس. هيدي هيك والتانية هاي. رجعنا للصندوق التاني. هيكو انا نسيت الرمزان اللي حطيتهم قبل شوي. والله نسيتهم. يا الله. هيدا كان حجربهم كلهم. ليكو هلا بكتبهم. ليكا 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 ليكا. ايه تمام. سيف. هيدا بدنا نحطه بالهرم القديم. يلا 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 يلا. شك. فودو. هون بلش الرعب هلا. ليكا. حلوة الأفكار، حلوة كتير على فكرة. يلا هون. واحد اثنين ثلاثة، تفضلوا. A piece of flint. هيدي بدنا نشعل فيها هلا. هيدي بدنا نحطها تحت مطرح الحريقة. وهيدي يلا نروح نشعل هونيك تحت. بدي احط هاي هون. يا حرام بدي شعلها. في هون. There is some kind of mechanism behind the bars but I cannot reach it. بعرف بعرف. بدي اقرب، بدي اعمل شيء تاني. ليكو ليكو ليكو. شو هيدا؟ قصة فينا ناخد من هدول؟ ليكو بدي اوصل لإله مثلا. نايس.
قربونا لهون لنشوف. I am blind as my reflection. والله شو صار؟ بدي حط شي فوق يعني هيدي ستار وهي ستار. يا الله بدي حط هيدي هون. تسكر هيدا ها بس هيك؟ لا بدي ابرمها يمكن. اوكي لما سكرت الصندوق نزلت شغلة فوق هيدي فاخدتها هلا، يعني هيك معلقة فوق بالغطا. واخيرا بقى واخيرا صار لي مدري قديش ناطر هاللحظة. هون تعي تعي اركبي هون، هلكتيني. في مطرح معين لازم نحط عليه لحتى الكل يمكن يركب مع بعض. ليكن ليكن ايه صار فيني الف هيدي. واخيرا ركبوا كل وحده لعند بعض. بلشنا بالشبح. بدي اكسرها للسكال، فبدي اخذ السكال واكسرها هونيك. يا حرام يا دعانيك. خلصنا هالغرفة؟ هذا الشكل نفسه. شو ختمنا اللعبة ولا لسه؟ خلصنا كومبليتد. لسه في اللي بعده. يلا اذا مستمتعين بالفيديو ما تنسوا تعملوا لايك واشتركوا بالقناة اذا ما اشتركتوا لحتى توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. هاي الكاميرا بدنا نحط لها اللينس اكيد. ركب لقلك. اوكي عم حطها كنت مبعيد ما عم تمشي الحال. بدنا نقرب كان. هيدي بدنا نركبها مشان ننزل هي. اوكي هي نركبها هون مشان نقدر نشوف. لحظة في شي هون؟ اه مكبر. في رسالة تحت. لا 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 لقيت شي هون تحت على الاجر. في خمسة اكيد في استعمالات هون. هات لنشوف شو هالشي. هلا في درج. صورة مخزقة. ما فهمت شو بدكم. كتير ساتيسفاينغ على فكرة. شي اون شي اوف. هونيك مكتوب خمسة وهون اثنين. انفينيتي. في بصمة مين شايفها؟ ليكا. مفتاح. دروج. مفتاح فوق. شو ذا اند اوف ذا كي؟ ايه مختلف ليكو. اه بدي ركب الاند تبع الكي يعني احفظه الشكل لازم يطلع نفسه ذاته. بروم هيك لعندي. هيدا هو. فاضي. سكر. عم تلعبوا معنا انتو؟
اه ليكو اطلع شو في 1 2 3 4 5. كل درج لازم افتحه لعند رقم معين. شفنا 2 وشفنا 5، هسه بدنا نلاقي رقم تاني. شو هون مفتاح كمان؟ يمكن لازم نركب هذا المفتاح صح. هيدا هو. ايه يعني انا بدي اخلص من الزناديق، اسا بيطلع لي زناديق. شو هيدي؟ هي بازل، ما فيني اقرب لعندها اكتر. طيب خلينا نشوف هون اسا شو فيه. هي بدي امسكها بشي طريقة وحطها هون فوق. هي شكلها في كتير تفاصيل على فكرة، في كتير تفاصيل. وهون اسا في شي بصمات. ليكا اوه لقيت. اذا قلنا 1 2 3 هيدا بظن 4، لكن في معنا 2 و5 و4، فالمفروض يمكن حطهم لفوق. واحد لعند 2 يعني بيفتحوا لعند 2 بس، والتاني لعند 4 والاخير لعند 5. بدنا نسكر نفتح هذا عند 5 قبل وهذا عند 4. بس ايه دخيل الله سمعت صوت لانه لمبه. بازل. اوكي انا لوين بدي وصله؟ بدي وصله لتحت لهون. اسا برمي مش الحال. ليكا كوزموس صار معنا كتير اغراض على فكرة. ليكا هون اللمبة. فاستخ يا حبيب قلبي طلع الشبح. في 3 ورق لازم نحطه هون بس يكونوا صحيحين. بدنا نشوف شو بدنا نحط هلا. جرس فوق. هدول ورق تاروت. هسا رح احط الورقه الاخيره هون. اوكي هلا شو ال 3 ورق اللي بدنا نحطهم؟ المفروض يكونوا موجودين بقلب الرسائل. مثلا احنا تعاملنا مع الشيب ما هيك، كنا بالسفينه، والتمبل اللي لعبنا فيهم. مثلا بنحط الستارز اللي لقيناها اخر شيء. لا في هون هي ايه لفتني هالمطرح يعني لفتني. There's a torn photograph behind the glass. هيدي العلامة اللي لقيتها قبل شوي هي لشو اصلا؟ هون مكتوب انفينيتي، معقول لازم نكتب انفينيتي؟ هات لنكتب اي. كيف بكتب بس؟ لحظة لحظة شو هذا الشيء اللي فوق؟ اوه مطرح جديد. مفتاح. يا الله هلكتني. خليني اشوف شغله. هيدا هو قابل مقلوب. يا الله نسيت انا هالشغله انه هذا ممكن يكون هيك. هذا هو هذا هو اكيد. اوكي بازل. هيدي لفوق هيدي لفوق. بننزل هلا تحت صار فينا نتحكم بها. هي هي اه اوكي ليك هيدي تحت هون. A long metal lever. معقول هيدي هون للكتابة؟ ليك اي مش الحال. انفينيتي اي ان. فيني كبس اي شيء. كيف بدي محي؟ اه اوكي مش الحال. ان طيب يلا وي بيجان ات هوم. اطلعوا ستيرينج ات ذا ستارز يعني هوم وستارز. وسا في كلمه واحده ديسكفر. لا هوم وستارز وتايم. تايم وهوم وستارز. لك 100% صح. لا بدنا نحطهم بالتدريج معقوله. اول شيء قالوا لنا هوم، بعدين قالوا لنا ستارز، بعدين قالوا لنا تايم. ما تبلشوا. اوكي
فواياج مكتوبة. تروح اكتب فواياج هون مثلا، نجرب يلا. تعرفوا هذا الدكتيلو القديم اللي كانوا يكتبوا عليه بيعقد. بس مش هالحال. شيبس اول كلمة، هيدي بعدين. اوكي تمبل هوم شيبس بلا تمبل هوم. ما تكتبوني قصة كلمة، خلص الموضوع هين. بتكسر الازاز هونيك يمكن، روح حط ال... بس هيك بدي ارجع اروح اكتب. ستارز ساينس. بطل في حبر. يه طيب ستارز جربهم كلهم. الغشاش ليك ما كتبت كلمات فكنت عم تكتبهم بلا حبر. فوق فوق تحت فوق تحت 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 فوق 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 تحت فوق تحت 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 فوق. death. هلا بدنا نروح ونحط الكلمات يلي هم مكتوبة معنا قصتنا. ليكو death. فإذا stars death science stars death science. خلص خبرة بطل فيها يعني. نروح نكتب هوب لأنه قصة في كلمة هم طلعت اللي هي null. null يعني nothing. The null graced me with time. أول شيء null يعني ماشي، يعني ما منحط ولا بطاقة. و time بعدين بعدين death. null ماشي بعدين time بعدين death. لا بلا غلظة هيك. لحظة الجرس اللي فوق اختفى وقع. اوكي بتركب حلو. هيدي الاشكال اللي شفناها قبل شوي، هذا صار مفتاح هون وبالدرفة هونيك. بستعمله مرتين فإذا المفتاح ان شاء الله يخلوني استعمله مرتين. تمام تمام اوكي يلا كمان استعمله هون. بدي افتح هي هي ما خلوني افتحها. اوكي صار لي نص ساعة ابو بروم تفضلي. خلص هلا صار فينا نجمع مزبوط. خان كتاب بيفتح. افتحي افتحي. خان هيك اوكي. يمين شمال يمين شمال يعني هلا شمال ركبت هلا خان. لا 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 خان اعطوني شي مطر اكسر هال هيدي. ليك نال طلعت. بدنا نروح عند النال ونحطها محلها. في كارت نال اسمه منيح. أشعر بدني يا حبيب قلبي والله أشعر بدني. شو هالشي الحلو اللي قاعد هون. Take this, use it to find the room. بدي أخد هيدي الساعة.
عرفتوا هذا المفتاح هون ما استخدمنا شيء صح هون 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 يلا شو هالمادة هي؟ قصة ما خلصنا؟ يو سفينة؟ هاي بدنا نحطها هون حاسس هيدا التشابتر التالت مظبوط؟ لا لسا في عنا لسا ما خلصت لما واحد يقعد على هيك فرد قاعدة على لعبة او على شي مركز فيه وخصوصا هيك شي بازل وكذا يعني قديش بده راس هيدي بدنا نجيب لنا شي مفتاح شكله نجي نركب المفتاح بمحله او مفتاح مختلف طيب هيدا اول غرض معنا تاني غرض كتير اشياء كتير بنحطها هون مثلا بتصير بتولد كهربا بعد شوي في كتير تفاصيل اوكي رسالة هدي التاني طاولة تالت طاولة ورابع طاولة كمان واحد بس بالمقلوب وقصة فيه هون ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد لسه في هون كمان هيدي الواحدة اللي شفناها بالمقلوب معقول لازم أربع الواحد وبلش إنه هي أول ستيب معقول والله قول يا رب بلشنا وأخيرا ليكو اثنين وفي واحد فوق لسه كمان هيدا المفرك لشو بدنا نستعمله قبل شوي شفت مطرح فينا نفتحه بالمفرك بظن على هديك الطاولة هذا اللي هون ليكو لازم نحل البازل اللي عليه طيب تذكرت هدول شفناهم قبل شوي هون 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 كل وحده لنشوف شو رقمها يعني الاولى هذا الشكل مثل الاس اس نحن عندنا على فكره هذا هو ليكو لا هذا رقم واحد فاذا بنروح لهون حد الاس بنحط واحد سبعة محطوطة سبعة ثلاثة بحب خلص قصص علي هيك شيل بطارية البطارية ورا ليك ليك هون 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 بنحط الكهرباء هيدا الصندوق اللي محطوط على الطاولة بس انا شو بستفيد من هالشكل هيدا كله ليه عم بعمل هيك يمكن بعد شوي يبين شيء بعد ما نضوي بالبطارية عرفتوا كيف بس كيف بدي ضوي بالبطارية ما بعرف خذها لها البطارية في شيء براسي اللي هو نروح على مكتبة تانية حط البطارية هون حلو هي برمتها قبل شوي خلصنا كانت حمرا صارت خضرا حياخد البطارية ارجع حطها هونيك هلا مشي الحال ها هيك بنقوي النار قد ما فينا للشعاع اوكي
هذا هو. طالما هون عم يضرب الري على الطاولة، في شي هلأ رح يطلع ونقربه لهون، مشي لهون مشان يضرب إسا على مطرح تاني. خلني نشوف بركي بدي وجه الري لمطرح تاني إسا كمان. هون قصدي نوجه الري لهون. هي بتقعد هون. أوكي آها هيكو تمام. A drum of images. طيب هيدا عرفتوا عبدنا الحطة. بعدين بدي جيب البطارية لهون مثلا. مأكد لازم جيب البطارية لهون. أنا المفرك قصيته معي فهيدا في إله استخدام قصة، بس وين في هون شي فقسي فقسي هون. أوكي قصة في وحدة اللي فوق بس فكة بيصير بيفتح. بلا هلأ هي نزلت لتحت، قصة هي لازم تطلع لفوق. في مفتاح تاني قصة مثلا مطرح تاني. شو هالشي؟ حشرة. لحظة شوي، هلا هون موجود اثنين، اوكي؟ أنا لما فتحت هيدا الزر اللي هون، فتح لي رقم اثنين تحت، رقم واحد أنا ما شفت إذا في زر ولا لأ، فبقدر شي أرجع لرقم واحد؟ بيرجعوني؟ آه بيرجعوني. معقولة؟ في شي غرض ما استخدمته هون؟ لأ، هذا مرقنا عليه قبل شوي، فقسة، شغلة، ليكا. مشي الحال. اوكي بدنا نجمع الحشرات اللي هون. شو هاللي فوق؟ فقسة لارج هاندل. هيدي بعرف وينها، برمت الدنيا قبل شوي عليها. 100% تحت. ايه واخيرا واخيرا بدي اقرب هيدي بس لمطرح الري. هيدا اللي كان بدي من قبل. برمي صح؟ غلط. خلي اقرب لهون لاشوف. معقول بدي ركب شي فوق هيدي؟ في شي احمر بقلبها. اوكي هلا صار فيني اقرب لهون. تمام اها ليكا. فتحت فوق تحت كتير حلو. بطارية تانية، هاد اللي كان بدي اياه من قبل. كتير حلو. وهي حشرة. في شي اسا تحت هيك؟ اكيد في شي رسالة. يلا والبطارية بدنا نحطها عند الصور هونيك. لا 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 لحظة، عرفت وين يمكن. مرة تانية نرجع نحطها هون. هون شو عم يصير؟ شلنا الفيوز المكسور. I will discard it، يعني بدي اتخلص منه. تخلصنا من الفيوز. اوكي عم بقول ليش خلونا. اوكي A piece of a broken plaque. هي بتساعد شي مطرح. اسا عم بقدر اتحكم بهيدي؟ معقولة اسا لها استخدامات؟ ليك هي بتساعد هون. حبيت جديد. حلو حلو بدنا نروح لورا. مطرح ما شلنا هداك القديم بدنا نحط هيدا الجديد. نايس كتير حلو هيك جديد. نرجع ندور هي. صار فيني اخذ هالبطارية. هلا بناخدها لانها مشرجة بنحطها هون وصار فينا نستعملها. نايس
طيب بركي لازم احط هذا المنظار وهلا اشوف. اها ليكن رمزين فوق، مدري شو طلع معي هون، صور وما صور. طيب خلينا نروح نحط هيدي حشرة محلها، هيدي أكيد فوق، والمرتبة هي اللي ها تمام. سمول ميتال هاندل، يعني هيدا الشيء شكله هيك بهالألوان مرتبط هون. لحظة هي بتنحط هون. أوه تمام، أعطونا هيدي العلامة، هيدي هي اللي فوق، وإسا أيو علامة هيدي. ليكو مفتاح strangely shaped key. وبدنا نستعمل مفتاح وين؟ ايه تذكرت تذكرت عليك عليك عليك. وهيدي اللي تحت مثلها، بنحط المفتاح وبنفتح. جود. تفضل حبيبي تفضل. تفضل. معقول هلا بدي اوجه الضوء لتحت؟ في شي طريقة اوجه الضوء لتحت؟ هون بهيدي 100% هيدي، بدي اوجه الضوء لتحت. ايه خلوني العب فيها، ايه هيدي هي. وجهنا الضوء. تمام. هلا بدنا نروح لهونيك ونوجه الضوء للصندوق لفوق لهون، هيدا الضوء لازم يصير فوق. هون. Lens, it looks like it would fit my eyepiece. هلا صرنا نشوف غرايب عجيب. شكلنا رح نشوف شيء خرافي هلا، هات لنشوف. ساين كوساين وهالقصص هيدي تبعت الرياضيات. اه حلو فيني العب بهدول. هي فوق واحد وهي اثنين وهيدي ثلاثة. هيدي فوق ثلاثة بالنص، ثلاث نقط، ومحطوط علامة على هيدي العلامة، فإذا الثلاثة لازم أحطها عند العين. أوكي. الثلاثة بدي أحطها عند العين. هسا في واحد واثنين، بدي أدور عليهم. ليك هيدي، واحد ومحطوطة لعند المثلث. هيدي الواحد لازم تكون عند المثلث، هسا في الأخيرة. ما في أثر لإلها أبداً للاثنين. ليك 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 على الطاولة على الكتاب مثلث وطلعوا ثلاث مثلثات منه يلي هي هان. حلو بتعطيني باب شكل. شو هيدا؟ عليكم فوق. اوكي هيدا الرمز ليكم. خلصنا تاني جزء واخيرا. هيدي اللعبة 4 اجزاء، اذا عجبكم الجزء التاني خبروني تحت بالتعليقات لحتى نعمل الجزء التالت.